اشتقت إليكم فما ضاعت مودتكم وما ارتضينا لغير الود عنوانا. يا من زرعتم في قلبي محبتكم وصرتم في قرار العين سكانا، جعل الله جنان الخلد موعدكم وعلى الأرائك متقابلين إخوانا. جعل الله شعبان مباركا لكم وبلغكم رمضان عاما بعد عام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه كنسولكم على الصحيحه، الصحيحه هي المهمه، الا كنتوا بخير فراه الحمد لله. غادي نبداو الفيديو. المهم البنات غادي نشارك معكم واحد الحلوه كتجي رائعه 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 ايطاليه، سميتها فيوري ديزيرتو دي ديزيرتو. المهم هي سميتها ورده الصحراء. غندوزو المكونات. غنحتاجو 3 الكيسان تاع الدقيق، ما يعادل 250 غرام تاع الدقيق. انا درت لكم بالعبار تاع الكاس تاع العنبه باش ما تبقاوش تالفين اللي ما عندوش الميزان او لا ما عندوش باش يعبر، فانا عبرت لكم بالكاس تاع العنبه. عندي هنايا كاس سكر سنيده، وعندي نص كاس تاع النشا تاع البطاطا. الا ما عندكمش النشا تاع البطاطا ديروا غير النشا تاع الذره، يعني نشا تاع الذره. 125 غرام تاع الزبده. تقدروا تستعملوا المارغرين لحقاش هي في الاصل خاصك تستعملي المارغرين. 3 الحبات تاع البيض بحراره المطبخ. وعندنا خماره والكورن فليكس. الكورن فليكس او التشريالي، المهم هذا تاع المزقور تاع الذره. هادو هما المكونات، يعني بساط بساط بساط، دقيق سكر ونشا الزبده البيض وخماره، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. غادي ندوزو باش نجمعوا هاد المكونات هادو. غادي نحط الدقيق هو الاول والسكر، المهم كاع داكشي اللي ناشف غنجمعو هو الاول، عاد غنزيد عليه البيض والزبده وصافي. وغادي نجمع العجين تاعي، بقاو معايا حتى تالاخر. صافي دابا غادي نجمع هذا الخليط هذا بيدي. المهم راه ما كتحتاجش الدليك ولا شي حاجه، غير كديروا ليها بحال هكا حتى تتجمع العجينه مزيان، راه كتجي رطبه بزاف. صافي وجدت الطاوة تاع الفران، درت فيها الورق اللي خاص بالفرن، ودابا غادي نكون كويرات. غادي ندير كويرات وغندوزهم في هذاك التشريالي
كنديرو كويره بحال هذا الشكل هذا وكندوزوها في الكورن فليكس، ما كنحاولوش نبسطوهم البنات، كنخليو هذوك الكويرات بحال هكاك لحقاش باقي غادي ملي غادي تدخليها الفران غادي تسرح، يعني غادي تولي عريضه ما غاديش تبقى مكوره بحال هكاك. كيف ما شفتوا من بعد ما ساليت هاد الكويرات العجين تاعي كامل، يعني خرجت لي جوج تاع الطاوات، فغادي ندخلها الفرن على 200 درجة على الحرارة لمدة 20 دقيقة. وهذه هي الحلوة تاعنا، كنتمنى انها تنال الاعجاب تاعكم، الصراحة كتجي لذيذة لذيذة بزاف وهشيشة من الداخل. وهذه هي اللي كتسمى بوردة الصحراء، كنتمنى انها تعجبكم لحقاش راه اكيد الا ذقتوها غادي تحماقوا عليها، غير جربوها. ما تنسونيش بلايك، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وفي فيديو ماجي ان شاء الله كنقول اللي انضموا القناة مؤخرا مرحبا بكم في القناة تاعي، مرحبا والف مرحبا، وشكرا على الوفاء تاعكم وعلى الثقة تاعكم، وفيديو ماجي ان شاء الله. باي باي.